طيبة في هذه الأمس الطيبة في هذه الأيام المباركة، أيام الحجة، أيام عظيمة عند الله تبارك وتعالى. نلتقي وإياكم في هذه الأمسية تخريج مجموعة أو مكتبة من أبنائنا ممن حضروا المجلس الصيفي لتحفيظ القرآن الكريم في هذا المسجد. فالإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن إنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويقول عليه الصلاة والسلام اقرأ ورتب كما كنت ترتب فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فهذا القرآن الكريم هو مائدة الله تبارك وتعالى، وهو كتاب الله المحفوظ الذي لا يأتيه الباطل منه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا الكتاب فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم، من حكم به عدل، ومن تركه من جبال قسمه الله تبارك وتعالى. هذا القرآن الكريم قوة الإسلام إذا دخل شفاء القلوب غير الحياة، غير وضع الناس، غير وضع أصحابه. فانظروا إلى ذاك الرجل الجبار الذي كان في الدولة العباسية، الذي دفعوا أموالا كثيرة إن لم يأتي به حيا أو ميتا، لكن في ليلة واحدة في يوم واحد سمع آية تتلى فرق قلبه. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من حق. هذه الآية غيرت تاريخ حياته، غيرتها وقلبتها من سوء إلى أحسن. هذا الرجل كان قطاع طريق، كان يخاف التجار، كان يخاف الناس، لكن إخوة الإسلام عندما دخلت هذه الآية إلى شغاف قلبه غيرت حياته. فماذا فعل؟ لقد ترك كل ما كان يفعل وتوجه إلى بيت الله الحرام، توجه حتى يتوب الله تعالى. فعندما وصل إلى بيت الله الحرام قال: هل يقبل الله تعالى؟ لقد فعلت الأفاعيل، لقد قتلت، لقد سرقت، لقد نهبت. قال: فسيقرأ سمع كاملة لست أقرأ من التهلكات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسكم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. كانت هذه الأقسام ظن أنه الله تبارك وتعالى قبله في تلك الساعة، قبل توبته ومن يتبع لازم توبة الاستغفار الله يقبل توبته. لذلك هذا القرآن الكريم إذا شرع إذا دخل شغاف القلوب غيره. سيدنا عمر ينظر ذاك الرجل الجبار في جاهلية، لكن وجه الإسلام قطيع القلب، كان يمشي في شوارع المدينة فسمع تاليا: إن عذاب ربك لواقع. قال: فخر مغشيا عليه. ثم عاد إلى بيته يعوده الناس شهرا كاملا لا يعرفون سبب ربه، لأنه من هذه الآية خوف من الله تبارك وتعالى. لذلك هذا القرآن الإسلام هو شفيع الأصحاب. القرآن يشفع أصحابه، يقول القرآن يوم القيامة: يا رب لقد أسهرت بالليل وشفعني به فيشفع. هذا القرآن يشفع لأصحابه. وكذلك هؤلاء الأبناء إذا كانوا من حرف كتاب الله يكونوا شفيعا لأهلهم، شفيعا لأبائهم وأمهاتهم. لذلك هذا القرآن له علامات. يقول أسعد بن زرارة رضي الله عنه من الصحابة قال: كنت أقرأ القرآن في المدينة المنورة، فكانت فرسي تجول وتحرك. قال: فظننت أن هناك من يخيف هذه الفرس. قال: فخرجت. قال: سكت. ثم تابعت القراءة وأخذت تجول. ثم نظرت في السماء إذا كان قناديل في السماء، قناديل في السماء لها نور. قال: فأخبرت القرآن صلى الله عليه وسلم: لو بقيت على قراءتك لصافحت الملائكة بين هذه الآن. لذلك هذا القرآن مائدة الله تعالى، وهو أفضل مائدة، أفضل
الزائدة، وأن نلتقى على كتاب الله تبارك وتعالى، وأن ينشأ هذا الجيل الجيل العظيم كما نشأ في قلب الأسماس، نشأ في حياة رسول في أنبياً قرآنياً فريداً لم يتكرر في ذلك من في ذلك الزمن. لذلك الإسلام علينا أن نتابع سرعة القرآن، وعلينا أن نهتم بتلاوة كتاب الله، وعلينا كذلك أن نشد على أيدي أبنائنا حتى يحفظوا كتاب الله. تقرأ في بعض الآن على النت، تقرأ ابن سبع سنوات أو خمس سنوات أو خمس سنوات يحفظ كتاب الله كاملاً. حقيقة شاهدت منظراً لصديقين في أمريكا يحفظون القرآن خالص. طيب ليس حفظاً تاماً، يسألون الآن يحفظون رقم الآية ورقم الصفحة والجزء، وهذه من نعمة الله تعالى. لذلك هذا القرآن يحتاج إلى متابعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نجعلكم ممن تحفظ كتاب الله، سنكون ممن تكون شفاعة لأنكم ورسولكم ورسولكم أفضل. كنت توزع الحقائب على الطلاب ونسأل يعني عضو من المسجد زعجناكم بين أسبوعين أو شهرين الماضيين بعد صلاة العصر، فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم الأجر ولا الأجر.